السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن شجر العنب كما تروا. أرجوهم الشجرة هيك. كيف إحنا في موسم الخريف، يعني آخر موسم الشتاء، وهسه ظل شهر تيجي الربيع، فهون لازم احنا نقلم الشجر مشان ايش؟ تجيب الفائدة. فهسه عندي انا كما ترى هاي شجرة عنب هون، وفي شجرة هناك، هاي الارضية بدي اورجيكم كيف تسووا مشان يطلع عندكم احسن محصول من العنب، يكون الحب كبيرة وكميات القطوف كثيرة. ففي ناس يعني تتعجبوا كيف راح اسوي، عشان هيك بدي اورجيكم مثلا احباب الله كما ترى هون. شوفوا هذا علب، طالع بتطلعوا هون، بتخلوا هاي، شايفين هاي الصغيرة اللي هون عند هاي القطعة، بتقسموها هيك، شايفين هاي احباب الله. ونفس الشغلة من هون، وهكذا تخلوا واحدة بس، واحدة من هون وفوقيها، وان شاء الله بس اقطعهم كلهم بورجيكم كيف النتيجة. بخليش ولا اشي الا العرق الاصلي. قلت انا احباب الله بس اوقف التصوير لما ايش ابين كيف تقص الشجرة كلها. كما تروا شوفوا المحطة، بس هاي طالعة من هون أول وحدة، من بعديها مباشرة تقوموا هاي، وهكذا هاي وحدة طالعة تخلوها برعم. هون نفس الشغلة، يعني جربت أجرب ما خليت فيها إلا إيش العرق الأصلي اللي جاي من الشجرة. لكن السنة الجاي إن شاء الله راح يطلع العنب فيها كميته هائلة كثيرة، ويمد أكثر وأكثر. هذا بالنسبة للعنب أحباب الله كما تروا. أرجوكم الشجرة كيف من هون لغاد، ما ظلش فيها ولا إشي إلا العرق الأصلي. شايف هذا الجذع الأصلي؟ أيوه واحد. في ناس بقول لك لا لازم تخلي، بس انا بقول لكم احباب الله الطريقه هاي، لما يجي الربيع ويطلع الورق الدوالي ورق العنب، بيطلع ورق كبير جدا وكميه هائله من قطوف العنب. وهاي كل سنه بسويها انا احباب الله، وان شاء الله تستفيدوا من اللي انا تعلمته في حياتي. اللهم اجعلنا مثل استمعوا القول فاتبعونا احسنه، واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.